ده البديل بتاعه، هيريح اكتر ان شاء الله. امي ما بقتش عايشه غير على المسكنات يا دكتور. بس انت مالك لونك مخطوف وعينيك مغربه، ولا اللي رفع خبور افغاني؟ ايه يا جدع انت الكلام ده، انا ماليش في الحاجات دي خالص. ما انا عارف انك مالكش فيه، يبقى حوار حرمه ومشعوطاك كمان يا صاحبي. صح ولا اخوك مضيع؟ حرمه ايه يا عم انت، انا فاضي للكلام ده يا عم. ده احلى كلام. طب اقولها لك بطريقتك، النسوان دي احمد زي الدواء اللي انت راسه وراك، لو ما لقيتش الشقره تلاقي السمره، ولو راحت السمره تلاقي البيضه، وكله بدايل يا عم. فيهم الكبسول الحنين، وفيهم الابره اللي بتشك، ولا مؤاخذه كده لو انت حظك اسود تاخد لبوس. لبوس؟ اه لبوس. قول بقى في ايه. مفيش يعني، بس هو ازاي يا صلاح تعرف ان البت دي عايزاك ومش ولا بتزاولك؟ بالظبط. زاولها انت كمان، خليها تسال سؤالك، عشان لو سالت هتتشغل بيك وتجري وراك، وساعتها انت تقرر تقف وتاخدها في ايدك ولا تدوخها وتزوغ منها. رحت. انا لقيتك ما اكلتش كويس فقلت اما اجيب لك سندوتشات يعني. ازيك يا صلاح؟ ازيك يا ست الناس؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. طيب خلي بالك من نفسك انت. طيب مش محتاج حاجه اساعدك في اي حاجه؟ لا 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 خالص. طب عن اذنكم. شكرا يا دكتور. ركز في الكلمتين اللي فهم لك. ها استنى، عامله ايه؟ هو ايه اللي عامله ايه؟ انت بتستعبط يا صلاح؟ من ساعه اللي حصل وما شفتش وشك ولا عبرت اهلي بكلمه، حتى المشكله اللي حصلت لي كنت محتاجه الاقيك جنبي فيها، بس انت اختفيت خالص. وعهد الله كنت في الاسم ليلتها، انا اللي مخلص الحوار ده انا واخوكي. ومن ساعتها ما شفتكش يا بنت. انا كان لازم اخفى شويه، انت ما شفتيش اختك عملت ايه؟ كانت هتودينا في داهيه وتدخلنا في حوار احنا مش قده. طب وبعدين؟ ولا قبلين عادي، شويه وهتصهين وكله هيرجع لقديم. دي بتذلني يا صلاح، انا من ساعه اللي حصل مش قادره ارفع عيني فيها، انا خايفه تقول لبوخارست. لو كانت ناويه كانت قالت. انت بس اصبري وميني معاها شويه لحد ما تتصرف. تتصرف تعمل ايه يعني؟ اعمل كل خير. بجد؟ اه بجد. ويلا بقى امشي عشان ايه هنتشاف تاني كده. يلا سلام يا عصر. يلا يا ادل توا شوف شغلك.